القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه وألبسه والدي يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين يا أبناءنا يا حافظين بالهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه وألبسه والدي يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين يا أبناءنا يا حافظين للهدى
للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن.